هذا الموضوع مهم، هذا كلش أساسي. بعض النصوص تشير حتى المؤمن من يشوف واحد فاسق، صحيح يبرأ من عمله، يصير عنده أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، بس ما يصير عنده تكبر عليه. شوفوا إيش قد مهم. وأكثر الناس ما يسمعون الحق لأنه يشوفون أن من يدعوهم إليه كأنما يريد يفرض شخصيته عليهم، مو هو يريد يخدمهم فيضايق، يقول هذا يسوي نفسه أحسن من عندنا. صحيح؟ أنا ما أقول كل من قال، هو بعضهم اللي يبرر، ما أريد أدافع عن الفسقة مقابل المؤمنين، لكن بعض الأحيان هم يصير أخطاء في أجواء شبابنا، هم يصير أخطاء. ليش؟ لأنه كأنما الموضوع شيء تحول إلى صراع شخصي، وهو يشوف نفسه على حق فيريد يفرض عليه. زين، هو مو المهم أنا أفرض رأيي عليه، مو المهم أنا أطلع غلطة، خلي أطلع أنا غلطة، المهم هو يتصرف صح، خلي أطلع أنا غلطة. يقول لي أنا من أول هيك قلت لك، إيه ما يخالف، هو من أول طلع هو هيك قال، هو بيشتبه أكيد، بس مو مشكلة. لنوقف على يعني معناه شنو؟ ما نريد احنا نستخدم، انتم تقبلون واحد يستخدم الدين حتى يحصل به مكاسب سياسيه واقتصاديه؟ تقبلون؟ وما حد يقبل. وهذا واحده من الامور اللي احنا نعتبرها من الانتهاكات لحرمه الدين. زين، اذا انت هم صير حذر، انا هم لازم اصير حذر، ما استخدم الدين حتى افرض شخصيتي على الاخرين، استخدم احصل به مكاسب اجتماعيه.